معلش قاعد اصور لكم بدون ستاند، بصور لكم كيف طريقة البيض اللي يسوونه في المطاعم، يبيعونه لكم ب30 ريال او 40. هذا هو، وهذا خبز. عندي هنا افوكادو، وعندي هنا حلوم، ممكن نحط عليه شطة شوية. وبالعافية. لا شغل البيت أحلى من شغل المطاعم. وبالعافية. الحين بسوي برضو سندوتش تونة. معلش افوكادو، ممكن تقطعين الافوكادو شرايح. وعندي هنا تونة، حطيت عليها شوية شبت وشوية طماطم وشوية مايونيز. هذا سندوتش البيض مع الحلوم، حطيت عليه شوية طماطم.